السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنتكلم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أردوينو بروجيكتس. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن IR ريموت كنترول. هنشوف إن إحنا إزاي هنستخدم الريموت كنترول بتاعنا في أي من التطبيقات المختلفة المتاحة قدامنا، بحيث إن إحنا هنتحكم في التطبيق عن طريق أي ريموت كنترول عندنا. تمام، الكلام ده طبعا هيتم عن طريق ال IR ريسيفر والريموت كنترول وعن طريق الأردوينو. ولو انا هتحكم في حاجة ذات جهد عالي زي اللمبات ال 220 فولت او التطبيقات بتاعت ال 220 فولت، هبقى محتاج لريلي موديول، تمام، بحيث ان انا هوصله بالاردوينو بتاعي، تمام، بحيث هياخد السيجنال من الاردوينو ال 5 فولت هيعمل بيهم سويتش اون او سويتش اوف للريلي ده، وبالتالي هيتحكم في تطبيق ذات جهد عالي عن طريق الريموت كنترول. فده ان شاء الله هيبقى موضوع حلقة النهاردة. طيب السامري اللي تعودنا ان احنا بنتكلم عليها في اي حلقة من سلسلة حلقات الاردوينو بروجيكتس، زي ما احنا شايفين اول حاجة هنشوف تطبيق عملي، تمام، تاني حاجة هنشوف ايه هي الاجزاء اللي احنا محتاجينها علشان ننفذ التطبيق ده، تالت حاجة هنشوف الفرايزنج سكيتش، تمام، اللي هو هنشوف التوصيلة بتاعة التطبيق شكلها عامل ازاي، وبعد كده هنتكلم عن الوركينج برينسيبل بتاعة التطبيق او فكرة العمل بتاعته عموما ايه، او هنشوف ازاي الريموت بيبعت السيجنال وايه الشكل بتاع السيجنالز دي شكلها عامل ازاي وعبارة عن ايه. وبعد كده اخر حاجة هنبص بصة سريعة على الكود وهشوف ازاي ان انا استخدم اي ريموت كنترول في ان انا اكنترول التطبيق بتاعي. تمام كده. طيب اول حاجة في حلقة النهاردة هنتفرج على التطبيق العملي. في التطبيق ده ان شاء الله هنشوف ازاي ان انا اتحكم في اللمبة دي، لمبة 220 فولت، اتحكم فيها عن طريق الاي ار ريموت. طبعا ان انا هبعت او هضغط على زرار معين من هنا فهيبعت سيجنال عن طريق الاي ار، تمام، هتوصل للريسيفر ده، الاردوينو هيعمل ديكودين للسيجنال بتاعتي اللي انا بعتها وهيترجم الكلام ده عن طريق انه هيخرج سيجنال، تمام، اون اوف للريلي كيت ده، والريلي كيت دي متصلة بال 220 فولت، تمام، ومتصلة باللمبة بتاعتي. فلما اضغط هنا اون مثلا هيبقى ده هو زرار الاون، اللمبة بتاعتي هتنور، ولما اضغط على الزرار ده اللمبة بتاعتي هتطفي. هنشوف ان شاء الله في حلقة النهاردة ازاي ان انا اخصص ازرار معينة من هنا بحيث اعمل بيها فانكشن معينة في الابليكيشن بتاعي. فهتفرج دلوقتي على الابليكيشن واشوف المفروض ان انا لما اضغط على الزرار ده، تمام، هبعت السيجنال من هنا زي ما قلت لك للاي ار ريسيفر، وهلاقي ان اللمبة بتاعتي دي هتنور، تمام. فهجرب ان انا ابعت الكلام ده، هضغط هنا زي ما انا شفت كده، تمام، اول ما ضغطت هنا ايه اللي حصل؟ اللمبة بتاعتي نورت، تمام، اهي. طيب اضغط تاني، اضغط فين؟ اضغط على الاوف ده اهو، تمام، اللمبة بتاعتي طفت، وهكذا. اجرب تاني ان انا اضغط على الزرار ده، اللمبة بتاعتي نورت، الزرار الاوف، اللمبة طفت، وهكذا. تمام، فده هيكون ان شاء الله التطبيق بتاع حلقة النهاردة، وهو ازاي ان انا استخدم الريموت كنترول علشان ان انا اكنترول على اي تطبيق عندي باستخدامه، تمام. طبعا مش شرط الريموت كنترول ده، هنشوف ان شاء الله ان انا ينفع اعمل الكلام ده على اي ريموت كنترول، سواء كان الريموت بتاع التلفزيون او سواء كان الريموت بتاع المروحة او اي نوع من انواع الريموت الموجود عندك في البيت. فده كان التطبيق بتاع النهاردة ان شاء الله. طيب تاني حاجة ال parts required، او ايه هي المكونات او ال components اللي انا محتاجها علشان اعمل التطبيق بتاع النهاردة. محتاج اردوينو، محتاج اي ار ريسيفر، تمام، ده بيبقى الشكل بتاعه، محتاج اي ريموت كنترول، مش شرط ريموت كنترول معين، يعني زي ما احنا شفنا في التطبيق ده ريموت كنترول بتاع ام بي 3 وبيتباع في محلات الالكترونيكس عادي، فمش شرط يبقى هو ريموت كنترول ده، ممكن تستخدم ريموت كنترول بتاع التلفزيون او بتاع اي حاجة عندك او بتاعت اي تطبيق من التطبيقات المنزلية اللي عندك. بعد كده محتاجين شوية جامبر واير، ومحتاج ان انت تضغط هنا علشان تحمل اللايبراري اللي هنحتاجها علشان هنستخدمها في حلقة النهاردة مع الاي ار.
تمام. فدي الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل تطبيق النهارده طبعا. بالاضافه لده يعني الجزء الفرعي ان انت محتاج ريلاي موديول، محتاج ريلاي موديول علشان تكنترول التطبيقات بتاعه الجهد العالي اللي هي 220 فولت، فهتحتاج بالاضافه للكلام ده ريلاي موديول. طيب بنشوف الفريزنج سكتش بتاعنا او التوصيله بتاعتنا. طبعا احنا هنوصل الاي ار بالشكل ده، بنخلي العدسه اتجاهها لينا، واول بناية على الشمال بتبقى هي دي بناية السيجنال، بنوصلها على البناية رقم 2 او اي بناية زي ما تحب. بعد كده بوصل البناية اللي بعد كده بالجراوند، والبناية التالتة بال5 فولت. طيب دي الريلي كيت، الريلي كيت منظرها عامل كده. ده لو انت هتستخدمها، لو انت عايز تستخدم ريلي او عايز تكنترول على تطبيقات زي ما قلت لك 220 فولت، فلازم هتحتاج ريلي كيت او هتحتاج ريلي 5 فولت. تمام، هتحتاج ريلاي اهو. لو انا بصيت هنا الاقي 5 فولت دي سي، ده اللي هو بتاع الكويل بتاع الريلاي. تمام، لانه لو 10 فولت، لو 12 فولت او 24 فولت مش هينفع تبعت له السيجنال من الاردوينو، فهتحتاج باور سبلاي وهتربطه مع الاردوينو عن طريق ترانزستور، بحيث الترانزستور هيدي الكنترول سيجنال والباور سيجنال هتعدي في الترانزستور. خلاص، فالكلام ده لو انت هتتحكم في حاجة زي كده، يعني ان احنا نريح دماغنا من الموضوع ده، ان انت تشتري ريلي موديول بيبقى فيه 2 ريلي بالمنظر ده، كل ريلي منهم ليه 3 بنات من هنا، تمام، اللي هي الكومن والنورمالي كلوز والنورمالي اوبن. تمام، نفس الكلام كومن نورمالي كلوز نورمالي اوبن. تمام، طيب التركيب بيبقى ازاي او التوصيلات بتبقى ازاي في الريلاي موديول ده؟ طبعا في جامبر واير. الجامبر ده ما بغيرش البوزيشن بتاعه، بسيبه عليه على نفس البوزيشن اللي انا شاريه بيه. بعد كده بلاقي بنايه الفي سي سي دي بوصلها بال5 فولت. وهيقابلك حاجه ان انت هنا، تمام، انت محتاج مصدر 5 فولت تاني من الاردوينو، فمش هتعرف لان هو واحد بس ال5 فولت هنا. فهتعمل ايه؟ يا اما هتديله 3.3 فولت، تمام، وده ما انصحكش بيه، انصحكش بكده، تمام. يا اما هتعمل ايه، والحل التاني ده اللي انا برجحه، ان انت ال5 فولت دول هتديها له من اي بناية، بحيث ان انت في بداية الكود هتعرف مثلا البناية رقم 4 زي ما احنا عملنا. البناية رقم 4 دي هتديها ديجيتال رايت هاي، تمام، على طول في الفويد سيتاب، فبالتالي هتخرج لك 5 فولت. فهتوصل ال5 فولت بتوع البناية دي على البناية رقم 4، تمام، وهتدي الفي سي سي للبناية بتاعة ال5 فولت اللي هنا. ايه الهدف من كده؟ لان البناية الواحدة بتخرج لك امبير قليل جدا، تمام، اللي هو البناية الديجيتال، ولكن ده السورس بتاعك، ده السورس اللي انت بتاخد منه 5 فولت، فهتلاقي الكارنت اللي بيخرج منه كبير وكافي علشان يانرجايز الكويل بتاع الريلاي. تمام كده. طيب فبالتالي انا هوصل الفي سي سي بتاع الريلاي بال5 فولت اللي هنا، والجراوند بالجراوند اللي هنا، وهوصل الجراوند ده بالجراوند اللي هنا برضو، تمام، ولكن الفي سي سي هديهوله من اي ديجيتال بن، هخرج عليه هاي وهديله ال5 فولت منه. ده بالنسبة للاي ار ريسيف. طيب في توصيلات ايه تاني؟ يبقى ده الفي سي سي، ده الجراوند، ده طبعا الانيشال 1 والانيشال 2، دول البنتين اللي بيأكتفوا الاتنين ريلاي. الانيشال 1 بتاكتف لك الريلاي ده، والانيشال 2 بتاكتف لك الريلاي ده. لما بتخرج من الاردوينو هاي سيجنال هاي على البنايه دي، بتاكتف لك الريلاي ده. يعني ايه بتاكتف الريلاي؟ يعني بتغير البوزيشن بتاعه. الوضع الطبيعي للريلاي زي ما انا شايف كده، هو ده ظهر، في ظهر الموديول هلاقي ان ده الكويل بتاعه اللي انا بانرجايز الكويل عن طريق ان انا بدي 5 فولت الانيشال من هنا، تمام. طيب هو ليه وضع افتراضي اللي هو ده النورمالي كلوزد. النورمالي كلوزد بحيث البنايه الكومن دي، ده المشترك اللي ما بينهم، متصل دايما بالنورمالي كلوز. يبقى في حاله ان الريلاي مش متاكتف، هيبقى السويتش هنا، تمام، هيبقى الجزء ده واصل بالجزء ده. طيب في حاله ان الريلاي انا اكتفته واديته 5 فولت، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الكومن اتغير وضعه من هنا لهنا. فبالتالي انا هعمل ايه؟ هبص هنا بقى، اول بنايه هتقابلني من هنا هي بناية النورمالي كلوز، تمام، دي النورمالي كلوز، تمام، وبعد كده الكومن، وبعد كده النورمالي اوبن، تمام. طيب يبقى الاتنين دول، البناية دي مش هستخدمها لان في الوضع الافتراضي بتاعي مش هعمل بيها حاجة. طيب نيجي للكومن،
الكوماند دي هوصلها بطرف من الاطراف بتاعه السبلاي بتاعتي، وتكملة الطرف التاني هتوصل بالنورمال اوبن، بحيث لما ببعت السيجنال للبن الاولانية دي ايه اللي هيحصل؟ الكومن هيتوصل هنا، هيبقوا الاتنين دول واصلين ببعض. طيب هشيل السيجنال، هرفع الخمسة فولت، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي دول فصلوا عن بعض، فهو زي السويتش بالظبط، هوصل منه البنتين دول بس، هوصل منه البنتين دول بس. طب هوصلهم ازاي؟ طريقة توصيلهم بال220 فولت ازاي؟ طبعا طيب ده نفترض المشترك بتاعك، مشترك الكهرباء خارج منه هتركب عليه طبعا فيشة، وهيخرج من الفيشة سلكتين. هاخد سلكة من الاتنين دول هقطعها، يعني نفترض ان هما السلكتين معمولين بشكل كونتينيوس كده، هقطع واحدة منهم، ادخل طرف للكومن وطرف تاني للنورمالي اوبن، يبقى ادخل الطرف ده هنا تمام والطرف ده هنا تمام، بحيث لما الريلاي بيتاكتف الاتنين دول بيبقوا واصلين ببعض اكنه سويتش بالظبط، اكنه سويتش تمام. والطرف التاني بقى بتاع السبلاي بوصله بالفيشة عادي، او بوصله بطرف اللمبة، يبقى الطرف ده هيبقى اعتبر ان دي فيشة، الطرف بتاع الفيشة، الفيشة ليها طرفين، طرف هوصله على طول دايركت باللمبة. طب هتقول لي الطرف نهو؟ لا مش فارقة، مش فارقة اي طرف من الاتنين، مش مشكلة، مش هيفرق معايا النيوترال من اللايف، مش هتفرق، فاخد اي طرف من الاتنين اوصله باللمبة على طول تمام. الطرف التاني هقطعه، ادخل دخل منه هنا تمام، واخد منه الخارج اوصله باللمبة بس. فهي دي التوصيلة بكل بساطة، وخلي بالك لان التعامل مع ال 220 فولت الاخطاء فيه ممكن تسبب مشاكل كبيرة جدا، فخلي بالك وانت بتتعامل مع ال 220 فولت. طيب بعد كده بنشوف ال working principle، هنشوف طريقة العمل. طريقة العمل ببساطة ان انت عندك ترانسميتر وريسيفر، زي ما اتكلمنا في الحلقة الأولى من مقدمة ال NRF، من سلسلة حلقات ال NRF، قلت لك ان في حزمة من الطيف الكهرومغناطيسي بتسمى ال IR او ال infrared او الأشعة تحت الحمراء تمام، زيها زي الراديو فريكونسي تمام، على نفس الطيف الكهرومغناطيسي، ولكن الخصائص بتختلف. ايه اللي بيختلف؟ وقلنا ايه المهم في الطيف الكهرومغناطيسي؟ المهم عندي كان حاجتين، التردد والطول الموجي. التردد والطول الموجي لكل مجموعة او حزمة ضوئية بيختلف عن الحزمة التانية، يعني الراديو فريكونسي بيتميز بخصائص معينة، الانفراريد بتتميز بخصائص معينة، الانواع اللي بعد كده بتتميز اللي هي المايكروويف اللي بعد كده بتتميز كل منها بخصائص معينة تمام. فاحنا هنمسك البند بتاع الانفراريد تمام. الانفراريد ده كان بيتميز بايه؟ طبعا ده قبل حزمة الفيزيبل فريكونسي او قبل الحزمة الترددية المرئية تمام اللي احنا بنشوفها، يعني ده بيقع في الحيز الترددات اللي احنا ما بنشوفوش، او حيز الاطوال الموجية اللي احنا ما بنشوفهاش تمام. علشان كده انت ما بتشوفش السيجنال اللي خارجة من الريموت كنترول، لان انت النظر بتاعك تمام ما بيجيبهاش، لانها مش في حيز الترددات او مش في حيز الاطوال الموجية اللي انت بتشوفها، هي قبلها تمام كده. طيب يبقى انا كده مش هشوفها. طيب لما بحط الريموت قدام الكاميرا بتشوفها؟ اه، لان الكاميرا مش زي عين البني ادم تمام. الكاميرا بتقدر تسنس الانفراريد سيجنالز تمام كده، بتقدر تسنس الانفراريد سيجنال تمام، لانها نطاق الاطوال الموجية والفريكونسيز بتاعتها اقل منها، بتقدر تشوف اطوال موجية اقل من بتاعة عين البني ادم. فهو ده السبب الرئيسي ان الكاميرا بتشوف الانفراريد ريز تمام. انا عندي ترانسميتر وعندي ريسيفر زي اي حاجة في الدنيا، الريموت بتاعك بيمثل الترانسميتر او التي اكس، والريسيفر بتاعك بيمثل الحاجة او التطبيق اللي انا هتحكم فيه، زي التلفزيون زي ايا كان تمام. يبقى انا معايا ريموت كنترول ومعايا التلفزيون، التلفزيون بيأكت از ريسيفر والريموت بتاعي بيأكت از ترانسميتر، خلاص كده. طيب الريموت بتاعي بيبعت شوية سيجنالز تمام، بيبعت شوية سيجنالز زي ما انا شايف، هي مش سيجنال كونتينيوس او مش سيجنال ثابتة، لا ده هي سيجنال بفريكونسيز معينة تمام، اشارة بترددات معينة. ايه اللي بيحصل؟ بيبعتها عن طريق الانفراريد LED اللي موجودة فيه، اللي بتبقى من قدام تمام. السيجنالز دي بتتبعت بتدخل على ريسيفر، الريسيفر بيستقبل السيجنال دي، يبقى طبعا لازم الريسيفر مظبوط ان هو يستقبل الانفراريد رايز، وبالتالي انت بتستقبلش اشعة تانية تمام كده، انت بتستقبل انفراريد رايز بس تمام. بياخدها بيعمل بيها ايه؟ بيدخلها على كومباراتور
تمام، هتحكم بيها على حسب السيجنال اللي جايالي. هيطبقها، هيطبقها لو بتساوي حاجة معينة هيعمل ايه، هياخد اكشن معين. فدي الفكرة بشكل عام. المنظر بتاع السيجنال بيبقى عبارة عن سكوير ويف ليها فريكونسي، الفريكونسي بتاعها بيبقى 38 كيلو هرتز، بيبقى 38 كيلو هرتز. بيبقى عرض البيانات بتاعتها 32 بتس، يعني 4 بايت. يبقى انا ببعت داتا 4 بايت من الداتا، تمام، ببعت 4 بايت من الداتا، و الفريكونسي بتاعها 38 كيلو هيرز. يبقى دي الخصائص بتاعة السيجنال اللي بتتبعت. طيب بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيقسموها لديفايس ادرس وكوماند، تمام. طبعا بيبقى في ستارت وفي ستوب، في ستارت بت وفي ستوب بت، تمام كده، زي ما اتكلمنا برضو في الان ار اف قبل كده، واتكلمنا على الراديو فريكونسي، وقلنا ان بروتوكول الراديو فريكونسي شغال لو احنا فاكرين كان في حاجة اسمها البريمبل، وكان في حاجة اسمها الادرس، وكان في حاجات تاني. طيب ده بروتوكول تاني، ولكن لازم برضو يبدأ بستارت بت وينتهي بستوب بت. وهتلاقي في حاجة اسمها الكوماند اللي هو الامر اللي انت بعته. هو هيعرف منين الريسيفر، هيعرف منين ان انت مثلا ضغطت على الزرار رقم 5 او الزرار رقم 4، هيعرف منين؟ يبقى لازم في حاجة بتميز ذلك. يبقى السيجنال هتختلف في الجزئية دي بتاعة الكوماند، سواء كان فوليوم اب او فوليوم داون او ايا كان الوظيفه بتاعه الزرار. طيب بعد كده بلاقي حاجه اسمها الديفايس ادرس. طبعا ريموت التلفزيون ما بينفعش يشتغل على ريموت تلفزيون تاني، وهكذا. يبقى لازم كل حاجه ليها ديفايس ادرس، تمام. ممكن شركه معينه زي شركه ان اي سي، تمام، وهي اشهر الشركات اللي بتعمل الاي ار ريموت، تعمل مثلا ريموت لكل حاجه عندها من الابلينسز بتاعه الهوم ابلينسز او التطبيقات المنزليه، زي مثلا يعمل لك ريموت للراديو، ريموت للتلفزيون، ريموت للام بي 3، ريموت ايا كان. فكل حاجه من دول ليها رقم معين، ما ينفعش ريموت يشتغل على حاجه تانية، وبالتالي لازم يبقى له ديفايس ادرس معرفه فريد من نوعه. خلاص كده. طيب فده كان الانفراريد ريز. طيب بعد كده طبعا بيكلمنا شوية كلام عام على الانفراريد راي، تمام، وبيقول لك ان هي بتتبعت، هي ما بتبقاش بطريقة كونتينوس زي ما قلت لك، بتبقى عبارة عن بالسز بتتبعت بفريكونسي ثابت اللي هو 38 كيلو هرتز، وعرض بيانات ثابت اللي هو 32 بت، ببعت من خلالهم الحاجة اللي انا عايز ابعتها، تمام، سواء كان انا ضغطت على زرار الفوليوم اب زي ما قلت لك، او الفوليوم داون، او ايا كان الزرار ده. طيب بعد كده بنبص على بروتوكول ان اي سي، بنبص على شكل الكود اللي بيتبعت بالظبط، شكل الكود اللي بيتبعت بالظبط. ده الكود اللي بيتبعت فعليا في الريموت. بيبقى في حاجة اسمها ستارت، وبيبقى في حاجة اسمها ستوب، تمام. هو مش ذاكر الستوب هنا. طيب خلينا في المهم، زي ما قلت لك بينقسم لستارت وستوب وادرس وكوماند. طيب تعال نشوف الادرس. الادرس هنا هو بيشغل حجم قد ايه؟ هو طبعا كل شركة وليها بروتوكول خاص بيها، يعني ان اي سي ليها بروتوكول، تمام، موتورولا ليها بروتوكول تاني، تمام، سوني ليها بروتوكول تاني، طبعا اي ار بروتوكول في الاخر. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها الار سي 4 والار سي 5، ده ليهم بروتوكول. فكل حاجه بتلتزم ببروتوكول معين، تمام كده. فشركه ان اي سي ده البروتوكول بتاعها اللي هي انشاته، ان الادرس بيشغل حيز 16 بت، والكوماند بيشغل حيز 16 بت. يبقى ده المجموع كام؟ 32 بت، ده اللي احنا متفقين عليهم. البيانات اللي بتتبعت عن طريق 4 بايت او 32 بت. طيب الادرس هو بيدخل فيه الادرس بتاع الديفايس ده اللي انا هبعت له الحاجه، يعني مثلا التلفزيونات ليها ادرس معين، الراديو ليه ادرس معين، وهكذا، تمام كده. طيب بعد كده بدخل الكوماند، بعد كده بدخل الكوماند وهو الامر الخاص بالريموت ذات نفسه بقى، اللي هو 1 2 3 4 زائد ناقص ايا كان. فهو ده المنظر بتاع البروتوكول. طيب هل ده هيفرق معايا في حاجه؟ مش هيفرق معاك، لان انت مش عايز تعمل لايبراري، تمام، انت مش عايز تعمل لايبراري. احنا عندنا لايبراري جاهزه هنستخدمها، هتعمل لنا الكلام ده كله، بس حبينا نعرفك الفكره ماشيه ازاي. طيب بنبص بعد كده بصه سريعه على الاردوينو سكيل. طيب في البدايه بعد ما احنا عملنا اللايبراري بتاعه الاي ار ريموت لما نزلناها، المفروض ان انت لما تدخل على examples هنا كده، وتدخل على IR remote، وتفتح IR receive demo،
هيتفتح لك المنظر ده. طبعا احنا هنعدله على حسب احتياجاتنا، يعني انا مثلا حاطط السيجنال بين بتاعه الاي ار ريسيفر على بنايه رقم 2، يبقى اخلي دي بنايه رقم 2، تمام كده. طيب ده كود رئيسي، هعدل فيه حاجه تانية. هعدل فيه حاجه تانية، هتلاقي الكود هنا كده مكتوب هيكس. لا انا مش عايزه بالهكس، انا عايزه بالديسيمال، وهنشوف بالديسيمال ليه، هنشوف بعد كده بالديسيمال ليه. طيب الكود ده الهدف منه ايه؟ الكود ده الهدف منه ان انت تعرف الكود اللي مبعوت لك عن طريق الريموت. لما بضغط على زرار واحد من اي ريموت، تمام، انا عايز اعرف ايه الكود اللي هيتبعت لي، علشان لما اجي اشغل بيه حاجة احط الكود ده، اقول له لو الكود اللي انت استقبلته بيساوي كذا، تمام، اللي هو انت ضغطت عليه من الريموت، اعمل كذا، خد اكشن معين. يبقى انا في البدايه لازم اعرف الكود بتاع الريموت بتاعي. انا مثلا عايز لما اضغط على الباور بوتون بتاع الريموت كنترول يشغل حاجه معينه، فلازم اعرف الباور بوتون ده بيكافئ كام، ال 32 بت بتوعه بيكافئوا كام، تمام كده. فهشوف الرقم ده بالديسيمال او بالهكسا، تمام، بالهكسا ديسيمال، هشوف انا بالديسيمال، هخلي من الهكس للديس، خلاص كده. المفروض ان انت دلوقتي، تمام، توصل الاردوينو بتاعك بعد ما تعمل كده طبعا، والبناية زي ما قلنا، التوصيلة اللي كانت في البداية، التوصيلة اللي كانت في البداية اللي هو البناية اللي على ايدك الشمال، البناية اللي على ايدك الشمال هي السيجنال، واللي بعدها الجراوند، واللي بعدها ايه الفولت او الخمسة فولت. طيب السيجنال على بناية رقم 2 زي ما احنا قلنا هنا، وبعد كده الجراوند والخمسة فولت. طيب احنا كده وصلنا الاردوينو، ابدأ ان انا اعمل بيرن الكود بتاعي. طبعا زي ما شفنا في الفيديو اللي في اول الحلقة، المفروض ان انا موصل دلوقتي الـ IR receiver. طيب ابلورين اهو، تمام، ده انا ابلورين، ابدأ افتح السيريال مونيتور بتاعي. طيب لما ضغطت على الزرار ضغطة واحدة ظهر عندي الكلام ده. طيب لو انا فضلت ضغط عليه، بص لما بفضل ضغط عليه بيكتب حاجة تاني. طيب ماشي ماشي مش مشكلة. طيب اضغط على زرار تاني ضغطة واحدة طلع لي رقم تاني اهو، تمام. هضغط على زرار تالت اهو، زرار بعد كده كذا، بعد كده لو انا فضلت ضغط على اي زرار من الازرار دي فترة كبيرة اهو، بيظهر لي نفس الرقم اللي بفضل ضغط على، يعني ما اضغط على اي زرار افضل ضغط ضغطة مستمرة بيظهر لي رقم معين. طيب ماشي، يبقى انا كده عرفت ان هو ده بيكافئ ارقام معينة. طيب الارقام دي المفروض ان انا هعمل لها كابي بيست، استخدمها بعد كده في الكود بتاعي اللي بعد كده، لا هتحكم فيه عن طريق، هتحكم فيه عن هتحكم فيه باللمب. طيب اشوف هعمل ايه، اخليك برضو تشوف الحاجات دي بالهكسة، علشان بالهكسة هتبقى اوضح. طيب نضغط تاني على زرار الباور اهو. طيب الزرار اللي بعده شوف لما بضغط شوية اكتر بيظهر لي اف اف اف. طيب زرار بعده، زرار بعده، اي حاجة بعد كده. طيب ماشي، يبقى انا ظهر لي مجموعة من السامبلز اهي، ده زرار وده زرار تاني، تمام، ولما بضغط ضغطة مستمرة بيظهر لي ده. طيب تعالى نعد الكلام ده، 1 2 3 4 5 6، 6 في 4 بكام؟ ب24، يبقى ده 24 بت. طيب ما هو حاجز ال 32 بت دول بيطلعوا امتى؟ لما بضغط ضغطة مستمرة على اي زرار، هيطلع لي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 في 4 اللي هو 32 بت، تمام كده. يبقى 32 بت فعلا هو عرض الداتا بتاعتي اللي بتتبعت. طيب يبقى انا بقى المفروض هاخد القيم دي هرجع تاني بالديسيمال، علشان بالهكس مش هينفع، مش هينفع اعمل عملية المقارنة بالهكس، فخليها ديسيمال. وهاخد الخارج بتاع زرار وخارج بتاع زرار تاني زي ما احنا شفنا في الابليكيشن في اول الحلقة، هما دول الزرارين اللي من خلالهم هعمل اون اوف. طبعا انت ممكن تستخدم اي حاجة زي ما انت عايز، خد بالك اللي هو تضغط على الزرار ضغطة مستمرة مش هتستفاد بيها في حاجة، فخلي دايما الضغطة الواحدة، يعني الضغطة الواحدة دي كده هو ده الرقم اللي انا هاخده.
بحيث لما اضغط ضغطة واحدة هيعمل اون، لما اضغط على الزرار تاني التاني ضغطة واحدة هيعمل اوف. تمام كده، يبقى ده هو الاون بتاعي وده هو الاوف، تمام، على حسب الزرارين اللي انا اخترتهم. طيب يبقى هنسخ الكلام ده عندي، يبقى انا المفروض هاخد الكلام ده كده كنترول سي من الكيبورد علشان كوبي بيست واحطه هنا كده في اي مكان فاضي في الكود الجديد. تمام، طيب اعمل ايه تاني؟ طيب تعال نبص بقى على الكود التاني اللي من خلاله هقدر ان انا اتحكم في اللمبه ال 220 فولت. الريلي واصل على البنايه رقم 4. الريلي ده اللي هي البنايه بتاعت ايه، الانيشال 1 اللي هي كانت بتاعت السيجنال اللي ببعتها للريلي. بنايه تانية واصل عليها هاي، ما انا مسميها هاي، هاي دي اللي هي هيطلع عليها 5 فولت اللي هركب عليها ال 5 فولت بتوع الاي ار ريسيفر زي ما احنا شفنا في السلايد بتاعت الفريزنج سكتش. طيب بعد كده بعرف الريسيفر بن على بناية رقم 2. طيب بعد كده الكلام ده ثابت في الكود، ده اللايبراري هي اللي بتقول لي كده. بعد كده عرفه على البناية اللي انت وصلتها، بعد كده احجز مكان للبيانات اللي انت هتستقبلها عن طريق الاي ار. ماشي، بعد كده دخلت على البين مود، عرفت الريلي انه اوتبوت والهاي اوتبوت، واديت الهاي ده سيجنال بهاي على طول بحيث هاخد منها الخمسة فولت بتوع الاي ار ريسيفر. وبعد كده قلت له enable IRN، تمام، ده بعمل start للريسيفر وده من متطلبات اللايبراري. بعد كده اقول له الفويد لوب، هدخل void لوب، الكلام ده مهم، عملية المقارنة دي بقول له لو انت استقبلت بيانات تمام حطها في results اللي انا حجزتها فوق اللي هو المكان اللي هو خارجه المفروض هيبقى بايه، هنشوف خارجه انت اللي هتحدد الخارج بتاعه يبقى شكله عامل ازاي. طيب الخارج بتاعه المفروض في الطبيعي انت هنا قلت له ديسيمال لما احنا كنا بنطبعه او هيكس او ايا كان انت بتطبعه، تمام، ولكن هو ليه قيمة ثابتة هتعامل بيها بالديسيمال على طول، يبقى انا هدخل له ديسيمال القيمة اللي انا حصلت عليها من هنا. طيب هعمل سويتش كيس لحاجة اسمها ريزلت دوت فاليو، ما ينفعش اوصل للريزلتس دي على طول، لازم اقول له ريزلتس دوت فاليو. طيب الكلام ده برضو من متطلبات اللايبراري. بعد كده ده اللي هعمل عليه المقارنة، ده اللي هعمل عليه المقارنة، سواء هقول له if results dot value equal equal كذا أو switch. أنا بنصحك تعمل switch هتريحك كتير. طيب switch هو هقول له ال variable ده اللي هعمل عليه ال check، وهقول له الكيس الأولانية لو أنا جالي 16720605 اللي هو ده، تمام، اللي هو أعمل إيه بقى، أعمل digital write للريلي أخليه بهاي، تمام، هخليه بهاي، يبقى انا كده هشغل اللمبه بريك. طيب بعد كده الكيس التانية لو جالي الرقم اللي فوق ده اهو، تمام، هو ده اللي انا كنت مستخدمه في الفيديو، ايه اللي هيحصل؟ هيعمل اوف، اه هيخرج لو للبنايه بتاعه الانيشال 1 بتاعه الريلي، فهيوقف الريلي هيرجعه لوضع نورمالي كلوزد تاني. طيب بس ده بكل بساطه التطبيق. في نهايه الكود لازم اكتب اي ار ريسيف ريسيوم خلاص كده علشان يكمل عملية الاستقبال. طيب فده شكل الكود بشكل عام. طبعا اي ريموت بقى انت هتحدد البوتونز اللي انت هتضغط عليها من خلال زي ما قلت لك، هتفتح التطبيق ده وتشوف اي بوتون هتخصصه، وبعد كده هتاخد القيمة بتاعته وتحطها في السويتش كيس وتحدد الاكشن بتاعك اللي انت عايز تعمله لو اتحقق الكلام ده، تمام. فده كان التطبيق بشكل بسيط. طيب بعد كده هفتح بقى بي دي اف، بي دي اف دي بتتكلم على البروتوكولات بتاعه الاي ار ريموت، هتلاقيها برضو في الفيديو ديسكريبشن، تمام. هيهمنا شويه بروتوكولات، في بروتوكول اسمه الار سي 5، تمام، البروتوكول ده شكل السيجنال بتاعته بالمنظر ده، تمام. طبعا انا بس موري لك الكلام ده علشان تشوف البروتوكولات المختلفه للارسال. طيب بعد كده اللي يهمني الار سي 5 كودز، الادرس بتاعه كذا والاكويبمنت بتاعه كذا، تمام، بعد كده الكي كودز كذا والكي فانكشن كذا ايا كان بقى الكلام اللي بيتبعت. بعد كده ده بروتوكول تاني اسمه سيرس، ده بروتوكول تاني بيستخدم، تمام، والفوليوم اب بيكافئ كذا الادرس، و
بروتوكول اخر وهكذا. تمام، طبعا لسه في بروتوكولز تانية زي ال NEC وال Denon وال Motorola وال Japanese Company طب و Samsung و Dai. الكلام ده طبعا ممكن لو انت عايز تتوسع في الكلام ده تدخل هنا، لو انت عايز معلومات اكتر عن الكلام ده. بس هو عموما زي ما احنا اتكلمنا، عموما زي ما احنا اتكلمنا في البداية، البروتوكولات شغالة ازاي. تمام، بكده تكون انتهت حلقة النهاردة. ان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من سلسلة حلقات Arduino Projects، والسلام عليكم ورحمة الله.